السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو. السيارة اللي حنجربها لكم اليوم ونعطيكم تفاصيلها هي رولز رويس سبكتر الكهربائية الجديدة موديل 2024، وهذه التجربة حصرية لسعودي أوتو وحصرية كمان لمنطقة الشرق الأوسط، يعني ما عزموا إلا 9 صحفيين من العالم كله، وسعودي أوتو محظوظة كانت هي اللي تمثل الشرق الأوسط. وحنعطيكم معلومات مهمة جدا عن السيارة وحصرية كمان، وإذا حابين معلومات إضافية عن السيارة رولز رويس سبكتر أدخل موقع saudiauto.com.sa وتحت اسم السيارة أو تجربة السيارة هتلاقوا مواضيع موسعة عن السيارة سبكتر. في عام 2021 وتحديدا في شهر سبتمبر أعلنت رولز رويس موتور كارز عن نيتها تصنيع أهم سيارة لها من 4 مايو 1904 ميلادي، لما اتفق الاثنين أصحاب العلامة اللي هم تشارلز رولز والسير هنري رايز على صنع أفضل سيارة في العالم. طبعا مثل ما انتم عارفين انه رولز رويس بنت سمعه قويه بصفتها العلامه اللي تصنع افضل السيارات في العالم باستخدام محركات البنزين، لكن الشركة ما كانت بعيدة عن عالم السيارات الكهربائية، لأنه هنري رويس كان مهندس كهربائي وخصص كثير من وقته في اختراعات وابتكار محركات احتراق داخلي بخصائص السيارة الكهربائية من ناحية التشغيل الصامت وعزم الدوران الفوري والشعور بالترس انسيابي واحد متكامل. أقدر أقول بأن مؤسسين الشركة كانت لهم علاقة قوية بالسيارات الكهربائية، لأنه تشارلز رولز اختبر وجرب سيارة كهربائية قديمة كان اسمها كولومبيا في عام 1900 ميلادي. في عام 2011 أطلقت رولز رويس سيارة فانتوم التجريبية والكهربائية بالكامل اسمها 102EX، وجاء بعدها سيارة اللي هي 103EX بتصميم دراماتيكي. في عام 2021 أثمرت رؤية تشارلز رويس ووعد تورسن مولر عن لحظة تاريخية، وهي أنهم بدأوا يختبروا أول سيارة لرولز رويس كهربائية بالكامل في تاريخ الشركة، وهي السيارة اللي معانا سبكترا. وتورسن مولر بيقول أنه السيارة سبكتر غطت مساحة أو مسافة 2.5 مليون كيلومتر، يعني أكثر من 400 سنة من معدل الاستخدام لسيارة رولز رويس. تعتبر سيارة رولز رويس سبكتر موديل 2024 أول سيارة كوبي بفخامة عالية جدا تنتجها شركة رولز رويس، وصفوها بأنها الخلف الروحي للسيارة رولز رويس فانتوم كوبي القديمة، بالإضافة إلى أنها أول سيارة إنتاج كهربائية بالكامل للعلامة رولز رويس، المبنية على نفس قاعدة عجلات الفانتوم المصنوعة من الألمنيوم واللي بيصنع منها طرازات زي الكولينن والجوست. خلي بالكم أن رولز رويس حتحول سياراتها كلها لسيارات كهربائية بعام 2030. مهندسين رولز رويس حطوا في عين اعتبارهم وين صناعة السيارات متجهة وسمات السيارات الكهربائية، لما صمموا قاعدة العجلات الألمنيوم الجديدة القابلة للتطوير، يعني قاعدة سيارات هادي هي تعتبر مرنة، استخدموها في الفانتوم الجديدة والسيارة الثانية زي الكولينين والجوست والسيارات أو سيارات رولز رويس الثانية. طبعا عشان تكون مرنة ومتكيفة مع محركات البنزين ومحركات توليد الطاقة. طبعا هنا في نقطة مهمة جدا، هذا خلينا نقول اللي يسموه اللكجوري بلاتفورم اللي صممته واخترعته رولز رويس مهم جدا من وقت ما دشنوا واستثمروا في تطوير هذه قاعدة العجلات اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا في نقطة جدا مهمة هنا اللي هي لما صنعوا قاعدة العجلات كان على بالهم او كان على بال رولز رويس انهم يصنعوا
ويطوروا سيارة كهربائية. قاعدة العجلات هذه دشنوها في عام 2018 ودمجوا البطاريات في قاعدة العجلات سبكتر بيعطيها صلابة أكثر بمقدار 30%. رولز رويس بتقول إنه سبكتر هندستها تعتبر المتفوقة ما بين سيارات رولز رويس كلها. كل جزء من السيارة عنده ذكاء عالي أكثر من أي سيارة رولز رويس تانية. فيها 141,200 رابط اتصال بين المرسل والمتلقي، وتحتوي على أكثر من 1000 وظيفة مع أكثر من 25,000 وظيفة فرعية. على سبيل المثال والمقارنة، الفانتوم فيها 51,000 رابط اتصال بين المرسل والمتلقي و456 وظيفة و647 وظيفة فرعية. بس عشان تشوفوا مدى تطور سبكتر التقني عشان تكون الأفضل في فئتها، لأنها تحمل علامة رولز رويس. نظام التعليق الموجود في سبكتر عنده المقدرة أنه يفصل القضبان المضادة للانقلاب لتسمح لكل إطار أو كفر من كفرات السيارة أنه يتحرك بشكل مستقل، اللي يقلل من اهتزاز هيكل السيارة لما يصطدم جنب واحد فقط من السيارة اللي أنا بتكلم عنها، اللي هي من مطبات الطريق أو الطرق الخشنة. وهذا إيش بيسوي؟ هذا النظام يعني يفعل المخمدات اللي تصير متصلبة في المنعطفات وتعطي صلابة أكثر للسيارة على المنعطفات وتخليها راسية أكثر. طبعا كل هذه جاية من استخدام نظام التوجيه الرباعي اللي هو 18 حساس ومستشعر عشان يضمن ثبات ممتاز على الطريق. شكل سبكتر الخارجي واضح تماماً إنها سيارة رولز رويس كوبي حديثة، وهذه من الأشياء اللي أصروا عليه اللي هي شركة رولز رويس لما يجي يصنعوا سيارة كهربائية. نمبر 1 لازم تكون سيارة رولز رويس، نمبر 2 تكون سيارة كهربائية. طبعاً رولز رويس بتقول إنه تصميم سبكتر الجديدة مستوحى بشكل مباشر من مفاهيم اليخوت الحديثة والتصميم البحري، وكمان فينا نشوف فيها ملامح النحت العصري والأزياء الراقية والخياطة والفن المعاصر. الشكل الخارجي الجديد وخاصة الواجهة الأمامية نشوف أعرض وأوسع شبكة تهوية ركبوه على سيارة رولز رويس إلى الآن. شبكة التهوية هذا الأمامي الجديد فيه الآن دوران بزاوية توجه الهواء حول مقدمة السيارة، اللي بيعطيها كوفيشنت أفضل بكثير من سيارات رولز رويس الثانية. وشعار رولز رويس هذا اللي هو Spirit of Ecstasy، هذا الشعار أبغى أوقف شوية وأقول إنهم عدلوه أو اشتغلوا عليه بشكل كبير جدا. رولز رويس بتقول إنهم قضوا أكثر من 830 ساعة شغل على الشعار هذا عشان يكون ديناميكيته الهوائية أفضل من الشعار القديم، اللي ساهم بطريقة أفضل في معامل السحب اللي هو Drag Coefficient اللي بيعطي سبكتر 0.25% في حين انه تراس تسلا اللي هو موديل 3 معدل السحب عنده هو 0.23%. الهدف من الاضواء النهاريه اللي شكلها جاي حاد ونحيف هو انها تبرز عرض السياره سبكتر في حين انها منفصله عن بقيه مجموعه الاضواء الاماميه، والان شبكه التهوية الامامي العريض الجديد صار كمان يضيء في الليل. ومن جانب سبكتر أبرز مزاياها في الأسفل نشوف اللي هو ثلاثة خطوط رئيسية اللي تبرز شخصية السيارة. الخط الأول اللي هو في الأسفل اللي هو وافت، وكمان هذا الخط مستوحى من تصميم اليخوت. والخط الثاني اللي هو الكتف، هذا الخط الكتف زي ما انتم شايفين، وهذا اللي هنا هذا اللي يحدد الجوانب المسطحة والعريضة للسيارة. وخط السقف النازل العلوي هذا، هذا الخط النازل اللي يعطي شكل الفاست باك يساعد على الكفاءة الديناميكية الهوائية السيارة. وتيجي بجنوط 23 بوصة اختياري، لكن تيجي ستاندرد 22 بوصة، وسيارة زي ما تشوفين اللي معانا هذه جنوطها 23 بوصة. التصميم الخلفي نشوف اللي هو الرير فندر للسيارة اللي هو الحاجز الخلفي وعليه الأضواء الخلفية. الأضواء الخلفية وهي أكبر لوحة هيكل ركبوها في سيارة رولز رويس على الإطلاق، تيجي من العمود A السفلي وتمتد إلى صندوق الأمتعة. الأضواء الخلفية مصممة إنها تكون لوحدها تعطي مجال لبوية السيارة تظهر ملامح الواجهة الخلفية.
المقصورة الداخلية للسيارة سبكتر أنا شايف إنها مستوحى من تأثير إضاءة سقف سماء الليل اللي يجي فيه السيارة سبكتر الجديدة. ميزة اسمها اللي هو Starlight Doors اللي بتجي هنا بتضم أكثر من 7900 ضوء أو لمبة صغيرة مدمجة داخل الأبواب، واللي تتطابق مع الواجهة الأمامية هذه اللي موجودة هنا، وتيجي من 5500 نجمة. وفيك تبرمج الأقراص الدائرية الرقمية الجديدة بالكامل عشان تتناسب مع الألوان الداخلية اللي تخصصها لك. وكمان السيارة سبكتر تتشارك مع سيارات رولز رويس الثانية ببرنامج اللي هو اسمه سبيريت الخاص بالشركة، اللي يشغل وظائف كثيرة واستجابتها سريعة جدا. محرك السيارة سبكتر الجديدة موديل 2024 أرقام قوة المحرك النهائية إلى الآن ما زالت مثل ما بيقولوا مهندسين الشركة إنها قيد التحسين، لكن ما حد قل عن 430 كيلو واط من الطاقة، يعني حوالي 376 حصان، وعزم دوران أكثر من 895 نيوتن متر، وتعطي مدى قيادة حوالي 515 كيلو متر للشحنة الواحدة، وتسارعها من 0 إلى 96 كيلو متر في الساعة خلال 4.4 من عشرة ثانية. خلي بالكم أنه هذه الأرقام ممكن تتغير، يعني ترتفع في أواخر العام القادم. بيقول أنه سعرها حيكون بين الكولينن، يعني يبدأ سعرها من 340 ألف دولار، ما يعادل 1,275,000 ألف ريال سعودي، في حين أنه الفانتوم يبدأ سعرها من حوالي 460 ألف دولار، ما يعادل 1,725,000 ألف ريال سعودي. مهيار أيوبي مدير وكبير مهندسين رولز رويس قال لي أنه سهل جدا أو الأسهل أنه يقدموا سيارة كهربائية متعددة الاستخدامات SUV، لكن رولز رويس ما هي شايفة أنه سيارة SUV كهربائية تعبر عن الرفاهية اللي الشركة تبغى تقدمها لزبائنها. عشان كده قدموا سيارة سبكتر الكوبي. طول السيارة سبكتر 548.6 من عشرة سنتيمتر، وعرضها 213.3 من عشرة سنتيمتر، وهي سيارة فاست باك بأربع مقاعد، وطول قاعدة عجلاتها 320 سنتيمتر، وزن السيارة 2975 كيلوغرام، ويجي ستاندر في السيارة سبكتر نظام التوجيه الرباعي. لما تجلس في السيارة وتسوق السيارة، أول جلسة لما تقعد على مقعد السائق تحس إنه السيارة منخفضة نوعا ما أو مقاعدها مختلفة، وهذه هي السيارة مصممة بالطريقة هذه. السبكتر مصمم بالطريقة هذه خلافا على سيارات رولز رويس الثانية اللي هي تعطيك ارتفاع أكثر لما تجلس على مقاعدها. طبعا السؤال هنا ليش صمموا مقصورة السيارة هذه بالطريقة هذه؟ عشان تعطيك روح الفخامة وتخليك في سيارة مميزة جدا. رولز رويس بتقول، تورستن وكمان مهيار أيوبي بيقولوا، مهيار أيوبي اللي هو رئيس المهندسين في شركة رولز رويس، بيقولوا إنه أول شيء لما نحطوا فكرة إنتاج أو تصنيع سيارة كهربائية، كان أول شيء إنه أو على بالهم إنه السيارة تكون رولز رويس. ثاني شيء سيارة كهربائية، فكل فخامة أو كل خلينا نقول كومبوننت أو جزء من جزئيات السيارة يجب أن تكون رولز رويس 100%، حتى تعطيك الإحساس أنك أنت بالسوق سيارة رولز رويس. من أي ناحية؟ من ناحية الهدوء داخل المقصورة، جدا السيارة هادئة، كل اللي تشوفه حوالينك هنا الكونسول الوسطي، الداشبورد، المقاعد كلها رولز رويس 100%، ما تحس انك انت بتسوق سيارة كهربائية بالمرة. ثاني شيء تيجي السيارة او اداء السيارة، او خلينا نسميها نحن اللي هو الباور ترين اللي هو الكهربائي. لكن اقدر اقول لك وبكل بساطة انه نجحوا بالفعل 100% الشعور وانت بتسوق السيارة انه هذه سيارة رولز رويس بدون منازل. والشيء اللي عجبني في السيارة انهم حقيقة ما حطوا شاشات موجودة في الوسط او الكونسول الوسطي او التقنيات هذه اللي ما لها داعي، انما السيارة تقنياتها كله في داخل السيارة ومن جوة السيارة، وما اظهروا لك التقنيات بالشاشات والسكرين والاشياء هذه اللي هي زي السيارات الكهربية الثانية. رولز رويس مميزة. واحد من الاشياء اللي عجبتني انه طبعا لما رولز رويس هي تنزل او تدشن سيارة في فئة معينة، يجب ان رولز رويس تكون the best of the best. ما
معناها انه في مجال او في فئه السيارات الكهربائيه رولز رويس تعتبر متاخره، لكن السياره سبكترا انا اعتبرها زي ما قالها تورستن انه لما الايفون في 2007 تم تدشينه كان صفعة، وكان الآيفون عمل انقلاب رهيب ثوري في صناعة التلفونات. السبكتر في صناعة السيارات الكهربائية أنا أعتبرها مثل الآيفون لما دشن في 2007. سيارة هذه حتدشن في 2024 إن شاء الله. أبغى أتكلم عن المناورة على المنعطفات. طبعا السيارة بتقنياتها اللي طبعا حطوها في السيارة، أداء السيارة على المنعطفات أداء قوي جدا وثابتة وراسية وهادئة جدا جدا جدا، لدرجة أنا بسأل واحد من المهندسين وقاعد جنب هنا، قلت طيب لو واحد يبغى يعني افتقد صوت المحرك الـ V12، كل سياراتهم كان محركاتها V12، قال لي نحن شغالين على انه ندمج او نوفر صوت المحرك، لو تبغى انه تضغط زر يجيك صوت المحرك V12، لكن عملاء رولز رويس يفضلوا الهدوء التام داخل المقصوره، والسبكترا بتوفر لهم هذا الهدوء. واحده من الاشياء اللي عجبتني وانا حوريكم اياها بعد شويه، طبعا زي ما انتم عارفين رولز رويس ابوابها تغلق من الداخل، يعني في زر موجود هنا بس تضغط الزر فالباب يغلق. السيارة هذه اضافت شغلة جديدة او ميزة جديدة، ايش هي؟ انه لما تجلس انت كسائق للسيارة وتقعد في مقعد السائق بس تضغط على الفرامل او دواسة المكابح والباب يغلق اوتوماتيكي. فهذه ميزة جميلة جدا، اول مرة يوفروها في سيارة رولز رويس، يعني حتى ايدك ما تتعب او ما تروح لي تضغط زر او شيء، الباب بس مجرد ضغطة الفرامل الباب يغلق. بس الباب الثاني اللي هو باب الراكب الامامي لا زالت ازارين موجوده هنا، تضغط عليها يغلق الباب. سياره لا زالت رولز رويس. السياره طبعا حجمها كبير ووزنها ثقيل، لكن ادائها على المنعطفات ثابت وراسي، ولكنها سياره سبورتس كار. طبعا في ميزة هنا موجودة على ناقل الحركة اللي هو البي هذا، لما تحط المود او الوضعية هذه فبيصير انه يسموها ريجنريتنج للكهرباء اللي بتصير او الطاقة اللي بتصير للسيارة من خلال ضغط المكابح على السيارة، فبتسحب الطاقة هذه وبتعيدها الى شحنها للبطارية مرة ثانية. فهذه من الاشياء انه المهندسين في رولز رويس حتى الطاقة اللي هي خلينا نقول السيارة تعملها جنريشن لها لازالوا بيسحبوها وبيعيدوا استخدامها في البطارية أو بيشحنوها في داخل البطارية مرة ثانية. واحدة من الأشياء اللي عجبتني كمان إنه لما تقعد في السيارة، السيارة المقصورة الداخلية ما غيروا فيها كثير جدا، هي نفس المقصورة العادية وكأنك قاعد في رولز رويس. وهذه أرجع وأقول إنه من السمات أو التخطيط اللي رولز رويس كانت مخططة إنه بدهم يعمل أول شيء صنعوا سيارة كهربائية، سيارة رولز رويس فاخرة، وبعدين بالدرجة الثانية بتصير اللي هي السيارة الكهربائية. فلما تقعد في السيارة حقيقة ما حتشوف إنه في شيء اختلاف بالمرة مطلقا من السيارة رولز رويس الثانية، إن كانت الجوست ولا الفانتوم ولا أي سيارة من سيارات الرولز رويس الثانية ولا الكالانا، تعتبر بالداشبورد والكونسول الوسطي سيارة مقصورة رولز رويس. لكن زي ما انتم شايفين نحن على جبال ومرتفعات والجو مطر جميل جدا، ولا كأننا نحن في انجلترا. الجو جو صراحة المفروض يكون جو صيفي، لأنه كيب تاون هي عكس تعتبر، في حين أنه العالم كله يكون في فصل الشتاء هم يكونوا في فصل الصيف. ناس كثير بيقولوا لي يا أخي انتقد لنا السيارة، لما تعمل تجربة سيارة انتقد السيارة. لما نكون السيارة اللي انت بتسوقها هي رمز القمة البينكل، لما يجي اي سيارة او مصنع تاني بده يصنع سيارة ايميوليت رولز رويس،
فانا مش بدي انتقد لك الرولز رويس سبكتر، اقول ايه هقول لك هي شغله بكلمه واحده اللي هي ايه، هذه سياره رولز رويس فقط لا غير بمعنى الكلمه. قيادتها، التصاقها بالارض، حدتها، سرعتها، تلبيتها، رولز رويس بمعنى الكلمه. واحده من الاشياء اللي لاحظتها في السياره واللي هم مهندسين السياره ركزوا عليها، انك انت لما تسوق السياره، السياره ما فيها الرجه هذه، ما فيها الرجه اللي السيارات الثانيه، او مو رجه، رده الفعل للسيارات الثانيه موجوده فيها. حتى لما تضغط على المكابح او البريك زي كده، انت ايش الباسنجرز او الركاب في السياره ما عندهم هذه الشيك اللي بتصير في السيارات الثانيه، وهذا مصمم لها بدقه من مهندسين سيارات رولز رويس. نظام التوجيه اللي في السياره من خلال عجله القياده دقيق جدا جدا، تحس انه اقل حركه فيه السياره يتم توجيهها بالاتجاه اللي انت او السائق اللي يبغاه. عجلة القيادة ونظام التوجيه حساسة جدا ومترابطة مع السيارة، بيعطي سائق السيارة تحكم كامل في اتجاه السيارة. ما أقدر أوصف لكم قد إيش داخل المقصورة السيارة هادئة جدا جدا جدا، ما تسمع إلا خلينا نقول الإطارات وهي ماشية على الطريق فقط، غير كده هذا هدوء رهيب جدا. وطبعا زي أي سيارة رولز رويس تانية، الهدوء شيء مهم جدا في سيارات رولز رويس، لكن كان ممكن تسمع صوت المحرك. هنا ما في صوت محرك، هنا فقط أنت والطريق اللي قدامك. أعزائي المتابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم من تجربة السيارة الرولز رويس سبكتر موديل 2024. وإذا حابين أي معلومة إضافية عن السيارة، أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وحتلاقوا كل المواضيع والأرقام عن السيارة السبكتر موجودة إن شاء الله في الموقع. ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر مسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقد بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.